بعمل حاجة اسمها فندق وتمن حريم، وده تاني عمل هنا للشركة، مسلسل برضو. والمسلسل بيضم حوالي 62 وجه جديد مختلفين في الجنسية، يعني من الجنسين، يعني الشباب ورجالة وبنات وأولاد صغيرة. تبنيتهم على أساس أن هم يقوموا بالعمل دوت. بيسندهم في البطولة الأستاذ فاروق فلوكس، الأستاذ محمود الحفناوي، الأستاذ زينب وهبي، يعني الناس اللي هي القديمة، بحيث أن هم يقدروا يقووهم شوية في العمل ذاته. يعني الفكرة أن هي الأستاذ فاروق فلوكس بيجسد شخصية نحنح. الراجل دوت عنده فيلا، وبيحاول أن هو يطرح عليهم فكرة أن هيخش المسابقة دي هيكسب الفندق ده من خلال بعض حريم جاية. الحريم اللي جاية بتخش المسابقة مع الرجالة، وبيطرح عليهم انه لازم ان هم يتجوزوا، ويعني الحاجات اللي هي بتشجع على التآلف بين الجنسين. احنا عايزين نضم، انت عارف الوسط محدودة على كم شخصية ومفيش غيرهم، يعني اللي بيلعبوا بيه أساسا الأعمال كلها. فاحنا بنحاول ان احنا نقدم ما هو جديد. محمود السنتي، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم دراما. فكرة المسلسل، كلنا كشعب مصر، كلنا سواء كنت في النوبة، سواء كنت في الصعيد، سواء كنت في بورسعيد، ايا كانت لهجتي، ايا كانت ثقافتي، ايا كان الموروث الثقافي اللي انا ورثه من جدودي ومن جدود جدود جدودي، هذا الموروث الثقافي انا بقدمه النهاردة في شكل كوميدي من خلال فكرة بتقول ان احنا كلنا جميعا يد واحدة، وان مصر دي مش بتاعت فرد واحد، بالعكس ان مصر دي بتاعتنا كلنا، من خلال تحقيق الحب والحرية والعدالة والمساواة الاجتماعية بيننا كلنا احنا افراد المجتمع. انا النهاردة سعيدة جدا، لان بقالي فترة ما عملتش عمل لرمضان او عمل كوميدي، وانا بحب الكوميدي عامة. انا جيت النهاردة كلنا مجموعين تأليف المسلسل الكوميدي اللي انا هعمله، هي لقطات كوميدية بس الفكرة تجنن جدا. الشخصيات لها فكرة معينة وهدف معين، اللي هي الكوميديا الهادفة. هي عموما الكوميديا حلوة، لأن هي مجرد أنها هادفة في كل حاجة، مجرد أنها بتضحك الجمهور، ده في حد ذاته هادف. مع الفكرة بتاعت أستاذ محمود السنتي ومحمد مراد المخرج ومجموعة من الشباب الجديدة، والفكرة عجبتني جدا. فكرة بالنسبة لي أنا جديدة، ما مرتش عليا قبل كده، فيها أنماط وشخصيات. أنا عن نفسي هقوم بشخصية واحدة صعدي، ودلوقتي بعمل في مسلسل اسمه فندق تمن حريم، مسلسل من كوميديا الفالس بتاع الزمان، اسماعيل ياسين حبيبي الله يرحمه، بموت فيه الله يرحمه. فحاجة فالس جميلة وقصتها مش متداولة كتير، فقصتها تعجب الناس جدا. انا نفسي كنت بقراها لاول مره ما كنتش بمسك نفسي من الضحك، مع ان اللي بيشتغل في الكوميديا صعب قوي يضحكوا. لعمل النص او السيناريو والحوار الاستاذ محمود السنتي والمؤلف والمخرج الاستاذ محمد، حاول يجيب الناس بتوع زمان اللي بقالهم كتير ما مثلوش، بس ممثلين وليهم تقل زي اللي انتوا شفتوهم وهتعملوا هتسمعوهم ان شاء الله. وانا من انواع الناس اللي قدام قوي. نفسي في حاجه صغننه اقولها، ان ما يحصلش مقارنه. مشكلتي اللي ما خلتنيش ارجع اكتر من 35 سنه، خايف من المقارنه. يقول لك لا والله ده هو صغير كده دمه خفيف، ده كبر بقى دمه تقيل. بس انا واثق ان الجمهور بيحبني،
وده اللي انا حاطه من التمثيل والفن، ان الجمهور بيحبني فيتقبل مني. والنبي بلاش مقارنه، لان وظائف شيء شيء، والفن زمان شيء، الزمن الجميل والزمن دلوقتي ان شاء الله هنرجع زمن فن جميل. دوري بقى. يا سلام لما نعتم كراوره واحده في النص، جميل يا شخصيه جميله، اسمه سيف مدرب التمثيل. افتكروا هذا الاسم جيدا عشان ما تزعل المسلسل، يبقى لك هنتكوا عن هذا الشخصيه سيخ مدرب التمثيل، وهو بيخاف من خياله وبيخاف من الصرصار، يعني بيخاف من الصرصار اللي بيضرب تمثيله. قيسوا بقى الكوميديا بقى تطلع ازاي بقى من هذه الشخصيه. سعيد بلقائي معاكم. هنزاده، بالنسبه لدوري في المسلسل مش اول مره اعمل اعمال قبل كده، انا عامله 30 مسلسل قبل كده، مع كان ليا شرف مع نجوم، يعني فنانين ونجوم كبار. المسلسل هنا بيتكلم عن بدور بنت بدويه، بتتكلم يعني مش عايزه اتكلم عن الدور كتير، بس هي يعني دمه خفيف وبس.